مش كده يا جماعة. أشوفك يا جماعة. خالدين فيها. عملت كتير معاه والله يرحمه برحمته، ما يعزش على اللي خلقه، ودي الحياه الوحيده في الدنيا والله يرحمه. اخر لقاء بينك وبين الفنان والله كان في ازهار، كنت عامله معاه ازهار اخر. كان راجل بجد، كان صاحب صاحبه، كان ما يخافش غير من الله سبحانه وتعالى. يعني اتعاملت معاه كتير في الاذاعه في التلفزيون، عملت معاه رأفت الهجان، عملت معاه سهرات تلفزيونية كتير، عملت معاه مسلسلات إذاعية كتير، سافرنا مع بعض كتير في مسلسلات تلفزيونية. كان في الحقيقة قمة الأدب والأخلاق، وكان كريم جدا وجدع جدا وراجل جدا. كانت روحه إيه في الكافيه؟ كان دايما دمه خفيف ودمه ظريف، وكان يحب يضحك ويهزر، لكن لو حد ضايقه في الشغل بيبقى نار، ما كانش بيستحمل. بنعزي زملائنا وبنعزي أبناء المهنة في هذه القامة وهذا الفنان اللامع، وهذه القيمة اللي فقدناها، وهذا الزميل الخلوق المنضبط الذي لا يختلف عليه اثنين، أحد علامات المسرح القومي، فنان الإسكندرية البارز محمد وفي. ألف رحمة، ألف ألف رحمة تنزل عليه، بقاء لله. البقاء لله أقول كل خير، لأنه كان رجل خير ويستحق كل خير. كان فنانا متميزا، كان فنانا أستاذا في كل دور لعبه، بالرغم من أدواره المتعددة الكثيرة في السينما وفي المسرح والتلفزيون، كان في كل دور لعبه درسا في فن التمثيل. بالإضافة إلى ذلك كان فنانا ذا خلق ونبل وكرم، وكان حبيبا للناس كلهم لأنه أحب الناس فأحبه الناس. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم أسكنه فردوسك الأعلى، رحمة الله عليه. رمز رحل عن عالمنا، رمز فني وقامة وهامة كبيرة جدا فنية وثقافية. وأنا بعتبر محمد وفيق مش مجرد ممثل، ده صديق وأخ أنا فقط. اشتغلنا مع بعض في اكتر من عمل، كنت بلاحظ انه فنان موسوعي مثقف عنده رؤيه، والفنانين القليلين او الفنانين في العالم كله مش في مصر بس اللي عندهم رؤيه وثقافه. انا فقدت مبدع كبير اسمه محمد وفيق الله يرحمه. انا بقول ان محمد وفيق كان عنده كتير وكتير، وممثل جيد جدا ما خدش حقه، وكان ممكن هو مش أقل من أي بطل من أبطال السينمائيين. وبقول برضو أنه لحظة وفاء جميلة وحياة جميلة كانت بتربطه بزوجته كوثر العسال. مش عارفة أقول إيه، مرح وحاضر، يعني شيء في الاستوديو لا يعني محسوس لحضور قوي، وممثل مجتهد وجميل وليه صوت مميز. هقول ايه ولا ايه؟